بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، السادة السفراء، السادة رموز الصحافة والإعلام، وجميع شركاء والداعمين لمبادرة السيد الرئيس بداية جديدة لبداء الإنسان، اسمحوا لي أن أبدأ كلماتي بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية ولرعايته الكريمة لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل. أتوجه إلى حضراتكم بالشكر والتحية لتعاونكم خلال الفترة الماضية في التحضير لهذه المبادرة التي نحتفل بها اليوم. واسمحوا لي أيها السادات والسادة أن أتحدث ممثلاً عن زملائي من المجموعة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء. ويشرفني أن أحيط حضراتكم بالهدف الرئيسي للمشروع القومي للتنمية البشرية الذي نطلقهم اليوم بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية ومتابعة من سيادته، ويهدف إلى تكليف وتكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمسؤول الإيجابي في فترة وجيزة. ومن خلال التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة، ووفقاً للمستهدفات المحددة التي تشاركت في رسم خارطة طريق المواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم جميعاً للمجتمع مواطن صحيح متعلم متمكن وقادر وواعي ومثقف وخلوق، على أن يتم ذلك دون تحمير المواطن أي أعباء. كما يسعدني أن أوضح لحضراتكم أن المشروع يتضمن إطلاق 3 برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها، بدءاً من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء الكوادر للعاملين بها، وأيضاً برامج للفئات العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 سنة وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع قدرات التأهيل الأفراد لسوق العمل. وغنياً عن التعريف، أن يشارك في هذه المبادرة كافة أجهزة الحكومة وكافة الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجموعة الوزارية بالتنمية البشرية. أستاذن سيادتك دولة الرئيس إلى عرض مشروع التنمية البشرية وأيضاً إلقاء الضوء على المبادرة التي نحن في صدد إطلاقها اليوم. المشروع القومي يا فندم هو الحقيقة هو الغطاء الأعلى والتشريع الأكبر لمبادرة بداية اللي احنا بنطلقها اليوم تحت رعاية كريمة وتوجيه من السيد الرئيس. التنمية البشرية ورأس المال البشري هو رحلة الإنسان وتحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة عن طريق توسيع القدرات وتنمية المهارات وخياراته في الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتنمية المعرفة وبناء المهارات والكفاءات، مما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعي، وهذا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية. محاور ومرجعيات التي اعتمدنا عليها في مشروع القومي للتنمية البشرية أنا وزمايلي في المجموعة الوزارية كانت عن تقرير التنمية البشرية الذي صدر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سنة 2021 بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان بعد فترة توقف دامت 10 سنوات. أيضاً اعتمدنا على التقرير المقدم من البرنامج الأمم المتحدة سنة 2023 والبنك الدولي في الهيومن كابيتال إندكس سنة 2020. المحاور الخاصة بالتنمية البشرية بتتمحور حول 7 محاور رئيسية، وهي نظام صحي يشمل الجميع
وتعليم أفضل وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع تنمية عمرانية وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، واعتبار الشباب شركاء المستقبل وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز التكافؤ والفرص بين جميع المجالات. إذا نظرنا إلى مشروع التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، أتصور أن جناحي التنمية في الدولة المصرية بعد تكليف السيد الرئيس لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ونائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية هما جناحين يرتبطوا ببعض ارتباطا وثيق. اعتبر العالم أن التنمية البشرية هي جزء أساسي وفاعل في التنمية الاقتصادية. الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يؤدي إلى زيادة من فرص التدريب والتعليم والفرص المهنية، ثم يؤدي إلى تعزيز مهارات الأفراد، وهؤلاء الأفراد هم من يحسنون الإنتاج، وبالتالي يتم تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. إذن التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية هما عاملان أساسيان في رفع النمو والاقتصاد القومي. من المعلوم أن الاقتصاد أغنى دول في العالم هي من استثمرت في رأس المال البشري، واعتبرت 80% من ثروات الدول الأغنى في العالم تتعلق بالاستثمار في رأس المال الإنساني. ويشجع هذا الرأس المال الإنساني في الابتكار والتطوير، ويعزز التنافسية. أيضاً يؤدي إلى تحسين محتوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال توفير فرص عمل لكافة المواطنين، وهو ما يطلق عليه أيضاً مع الاهتمام بالتعليم اقتصاد المعرفة. المعايير التي يتم العمل على تحسينها من خلال المؤشرات الدولية للتنمية البشرية ورأس المال البشري هي حياة طويلة وصحية. إذن يقاس المؤشرات بمتوسط عمر الأفراد عند الولادة، وأيضاً معدلات الوفيات للصغار، ومعدلات التقزم، وعدد سنوات الدراسة، وعدد السنوات التي يحصل فيها التعليم، ومعدل الالتحاق برياض الأطفال، وأيضاً التسرب من التعليم والالتحاق بالتعليم سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم الإعدادي والثانوي. أيضاً المعرفة والمهارات والخبرات التي يكتسبها الطالب أثناء فترة دراسته من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الجامعية، ثم مستوى دخل الفرد في الناتج القومي المحلي الذي يتمثل بشكل كبير في فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل. لكن الحقيقة يعني موضوع التنمية البشرية ليس بجديد على مصر، وكل الوزارات بتعمل في مؤشرات التنمية البشرية، وهناك تحسن كبير في المعدلات التنمية البشرية للدولة المصرية عبر المنصات الدولية التي تشير أو تقيس هذه المعدلات. ولكن يمكن ما هو حديث في الوضع الحالي وهو التنسيق الكامل بين الوزارات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع ملف التنمية البشرية أو بناء الإنسان أو رأس المال البشري، حتى نستطيع أن نعظم من الاستنتاج ونعظم من القدرات التي تعمل داخل كل وزارة. أهداف المشروع هو رفع مستوى أو رفع مؤشر التنمية البشرية على المؤسسات الدولية عن طريق تعزيز القدرات والاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة، أيضاً تقديم خدمات حكومية متطورة وشاملة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وأيضاً من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام في ملف التنمية الشاملة المستدامة. إذا رحنا للتقسيم اللي احنا مع زمايلي الحقيقة هنشتغل عليه الفترة اللي جاية وبدأنا بالفعل، بنتكلم على قسمنا الرحلة حياة الإنسان إلى مراحل وإلى رحلة مرتبطة بمراحل عمرية مختلفة. إذا كلمنا على قبل ولادة الإنسان المصري اللي احنا بنسميها فترة ماينس ون إلى صفر، هي مسألة الاهتمام بالأم والجنين قبل الولادة، وعن طريق تقديم المشورة الأسرية وفحص المقبلين على الزواج، وأيضاً الرعاية الصحية والنفسية للأم فترة الحمل وقبل الولادة، ثم عند الولادة والاهتمام بالطفل في مرحلة دقيقة جداً من عمر الطفل، وهي المرحلة من سن 1 يوم إلى سن 6 سنوات،
عن طريق تنمية مهارات وتشجيع الإبداع والثقافة، وأيضا والأهم هو التوسع في وسائل رياض الأطفال والحضانات، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وأيضا مع وزارة الثقافة وكل الوزارات المعنية بمرحلة الطفولة المبكرة. إذا انتقلنا لمرحلة التعليم الأساسي من سن 6 سنوات، احنا بنعمل على ان نوسع قاعدة الالتحاق بالتعليم من سن 4 سنوات لحد سن 6 سنوات، ثم التعليم الأساسي عن طريق التوسع في تنفيذ التطوير الذي تم في المناهج الدراسية وتحسين مهارات الشباب في هذه المرحلة الهامة، وأيضا رفع الوعي بالثقافة وبالرياضة وحل المشاكل الصحية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية. ننتقل إلى المرحلة العمرية بعد الانتهاء من التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي من سن 18 سنة إلى سن 22-23 سنة، وهي مرحلة تأهيل الإنسان إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل، ثم الاهتمام بالكبار السن ما فوق 65 سنة. هذه هي المحاور الرئيسية. أما سريعاً الدخول في التفاصيل فيما يخص الصحة، هناك مؤشرات واضحة جداً للعمل في مجال الصحة. نعمل على زيادة معدلات العمر عند الولادة لتصل إلى 79 سنة في عام 2030، أيضا خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن 5، وزيادة معدلات التطعيمات، وأيضا خفض معدلات التقزم. اللي أنا بقوله ده هو معايير هامة جدا في اليو ان دي بي وفي أيضا البنك الدولي عند تقييم مؤشرات التنمية البشرية في أي مجتمع. وبالتالي بما أن احنا عرفنا مشاكل ونقاط الضعف في التقييم، احنا بنشتغل عليها زي ما تخفيض نسب الإصابة بالأنيميا والتقزم والسمنة وأيضا باقي المؤشرات الصحة العامة. لو رحنا للطفولة المبكرة مع زمايلي الحقيقة، وبدأنا بالفعل في التوسع في إنشاء الحضانات سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة التنمية المحلية ومن خلال المحافظات ووزارة أيضا التضامن الاجتماعي، توسع في رياض الأطفال حتى نصل نسب الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 25-27% وساعات 30%، مستهدفين نوصل ل 50% عن طريق التوسع في هذه المنشآت، لأنها هامة جدا في دعم النشء في هذه المرحلة المهمة في حياة الطفل. إذا رحنا للتربية والتعليم هنلاقي أن هناك بنحاول نشتغل على زيادة متوسط سنوات الدراسة، هناك تقييم لعدد سنوات الدراسة بالنسبة للطفل المصري، المفروض أن هو يلتحق ب 14 سنة دراسية سنتين قبل التعليم الأساسي وهي رياض الأطفال، ثم 12 سنة حتى يصل إلى 14 سنة. الحقيقة معدلات الالتحاق في التعليم في مصر ساعات بتوصل ل 11 سنة أو أقل شوية، وبالتالي إحنا معنيين نزود سنوات الدراسة. أيضاً زيادة في نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، النسب عندنا حوالي 95%، ولكن ده معناه إن إحنا عندنا مئات الآلاف من الأطفال ما بيلتحقوش بالتعليم حتى الأساسي. ده بيبقى طفل لا يتعلم، وبالتالي بيصاب ان هو بكل الامراض اللي احنا ممكن نبقى مش عايزينها في المجتمع بتاعنا. فاحنا معنيين مع الوزارات المعنيه ومن خلال لا مركزيه الاداء ولا مركزيه الاداره من خلال زمايلنا المحافظين في كل محافظات مصر ان هم يشوفوا نسب الالتحاق برياض الاطفال ونسب الالتحاق بالتعليم الاساسي عشان ما يكونش في اي نوع من النسب اللي ممكن ما تلتحقش. كمان بندور على نسب الالتحاق بالإجمالي في المرحلة الإعدادي والثانوي، والأهم من ده كمان نسب الالتحاق بالتعليم الفني ومنع التسريب من التسرب من التعليم، لأن هناك نسبة ليست بقليلة في الإعدادي والثانوي يتسرب من التعليم، وده يؤدي إلى أمية وأيضا يؤثر على منظومة التنمية البشرية. بنشتغل على ملفين كبار، بنشتغل على ملف محو الأمية مع أيضا وزارة التربية والتعليم وهيئة التعليم الكبار وكل الجهات المنظمة على رأسها الجامعات المصرية في هذا الملف الهام، علشان ده جزء هام جدا في مؤشرات التنمية البشرية. وأيضا بنعمل على ملف القضية السكانية. إذا رحنا للتعليم العالي هنلاقي أن نسب الالتحاق بالتعليم العالي
وصلت ل 36%، وده تحسن كبير مقارنة بالعشر سنوات الماضية نتيجة التوسع في الجامعات التي تم افتتاحها. ولكن أيضاً هناك توجه أن احنا نصل إلى أكثر من 43% خلال الأعوام القليلة القادمة، حتى يكون هناك نسب الالتحاق في المراحل العمرية من 18 سنة ل 21 سنة في التعليم العالي بالعدد الذي يكفي أن يؤدي إلى تنمية بشرية حقيقية. أيضاً زيادة أعداد الخريجين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وده ملف هام جداً، يمكن زميلي الدكتور أيمن اتكلم فيه من قبل في مجلس الوزراء، ولكن احنا عندنا ما يقرب من 70% من الخريجين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، و30% من العلوم العلمية مثل كليات العلوم والكليات الطبية والهندسة والعلوم التكنولوجية. مستهدفين أيضاً أن يتم زيادة النسب العالمية بتصل إلى حوالي 50% أو 48% من، يعني يكون في تعادل أو معادلة أو تنسيق ما بين عدد الخريجين في الكليات العملية ومع الكليات النظرية. زيادة عدد الباحثين أيضاً ودعم البحث العلمي والابتكار اعتماداً على اقتصاد المعرفة. أيضاً التعليم العالي بتعمل مع توزيع أو عن توسع في البرامج البينية وأيضاً التدريب وزيادة المهارات الشخصية للطالب والمهارات الحياتية والمهارات التي تؤدي إلى استعداد لسوق العمل أثناء فترة الدراسة الجامعية، وده مهم جداً في التنمية البشرية لربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من خلال البرامج ومن خلال التدريب والتأهيل بالمعارف والقدرات المختلفة. هناك ملف أيضاً بنعمل مع وزارة العمل، مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من خلال المجموعة الوزارية دولة الرئيس، هي ربط التعليم الفني من المدارس التكنولوجية في التربية والتعليم بالجامعات التكنولوجية في التعليم العالي بكل ما يتعلق بالجامعات العمالية ومراكز التدريب المهني في وزارة العمل، حتى يكون هناك ربط حقيقي ما بين مسار التعليم الفني في كافة الوزارات، وده ميزة كبيرة جدا في التنسيق مع زميلنا في المجموعة الوزارية أن هناك تنسيق كامل في ملفات مشتركة. بالنسبة لفرص العمل أيضاً من خلال وزارة العمل وربط التعليم الفني من مراحله المختلفة، لكن زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج وأيضاً رعاية وحماية العمالة المصرية وتنمية مهارات الشباب والتطوير المهني ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة. وسيادتك وسيادة الرئيس صدق لنا طبعاً على مشروع هام جداً وسيادته أعلنه منذ أيام، وهي المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية مع المعنية بها وزارة التضامن الاجتماعي بضم أكثر من 8.5 مليون مواطن مصري إلى مظلة التضامن الاجتماعي أو مظلة الحماية الاجتماعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وده صميم التنمية البشرية في الكفاءات أو القدرات الخاصة للفئات المحتاجة والأكثر احتياجا. خفض معدلات البطالة من 5.6 إلى 7.5 في عام 25-26، زيادة من فرص العمل، زيادة في الدورات التدريبية، أيضاً فرص عمل داخلياً وخارجياً. وفيما يخص الحماية الاجتماعية مع زميلنا من وزارة التضامن الاجتماعي، أيضاً التوسع في بطاقات خدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات، وأيضاً العمل على ملف التعافي من الإدمان مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، وأيضاً التكافل وكرامة واستفادة الشباب من برامج مودة وبرامج كثيرة الحقيقة في الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي، وأيضاً تأسيس وفرش للجهات أو الجهات المجتمعية الغير قادرة. فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، أيضاً هناك كثير من المؤشرات التي نعمل من خلال المجموعة الوزارية لتحقيقها في خلال هذا العام، حتى يصل إلى خفض نسب الأمية وارتفاع عدد سنوات الحياة للإناث، وأيضاً إدراك التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض معدلات البطالة بالنسبة للإناث، أيضاً بالنسبة للأمومة والطفولة. في ملف الشباب والرياضة الحقيقة
تعزيز ممارسات الرياضية عن طريق برامج وإحياء الرياضة المدرسية بالتعامل مع بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة حتى نتوسع في نسب التنفيذ للرياضيات في خاصة وأيضا قاعدة الممارسات الرياضية في كافة الوزارات وكافة المتوسطة العمرية المختلفة. في مجال الثقافة واكتشاف المواهب ودعم المواهب ودعم معدلات القراءة ووصول اللي أنا بقوله ده الحقيقة تم تنسيق من خلال كل وزارة معنية داخل المجموعة الوزارية، ودي ملفات يا دولة الرئيس بنشتغل عليها سواء بشكل متقاطع إذا كان في ملفات بتشترك فيها أكثر من وزارة أو الوزارات حطت لنفسها برامج ومؤشرات أداء حتى تستطيع أنها تقدر أنها تلتزم بها في فترة زمنية معينة، وهيكون هناك يعني تقرير يرفع لسيادتك بشكل دوري ويرفع لسيادة الرئيس بشكل دوري حتى نستطيع أن احنا نقدر نتابع مؤشرات الأداء في البرامج الزمنية المختلفة. في مجال وزارة الأوقاف والبناء الإخلاقي ومجاوبة التطرف والتراجع في القيم والأخلاق ومواجهة الممارسات الغير مصرية اللي احنا ما شفناهاش الحقيقة منذ زمن طويل، وإحكام السيطرة على بناء الوعي الديني، هناك ملف كبير وزارة الأوقاف مع الأزهر والكنيسة معنية فيها في هذا الملف الحيوي. أخيراً الملف القضية السكانية وهي والقضية المحو الأمية قضايا محورية في ملف التنمية البشرية، نعمل من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال أيضاً المجلس الأعلى للسكان برئاسة سيادتك على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية حتى نصل إلى معدل الإحلال لـ 2.1 في خلال الثلاث أو أربع سنوات القادمة. إحنا النهاردة في تحسن كبير في معدلات الإنجاب ومعدلات الخصوبة الكلية، نزلنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8، لكن الخبر السعيد اللي إن شاء الله هيعلنه الجهاز قريباً إن إحنا وصلنا لـ 2.5 وكسور، وده لأول مرة في التاريخ إن إحنا ننزل بمعدلات الإخصاب ومعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ومستهدفين إن شاء الله إن إحنا في السنوات القليلة القادمة نصل إلى المعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية. بستأذن سيادتك فندم ان احنا فيما يخص المشروع القومي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وهو بدايه، هو عباره عن تنسيق في كافه المحافظات وفي كافه الوزارات المعنيه علشان يبقى فيه تغطيه لمده 100 يوم لتكثيف الخدمات الحكوميه المقدمه لمواطنينا عبر كافه الوزارات المعنيه. امام حضرتك الاصطفاف اللي هيطلق اليوم بعد إشارة البدء من سيادتك عشان نقدر نحن ننزل في كل محافظات مصر بل في كل قرى ونجوع محافظات مصر نقدم خدمات لها علاقة مباشرة بالتنمية البشرية، ويكون مبادرة بداية هي تقديم للدولة المصرية لملف التنمية البشرية. واشترك في هذا المجال أكثر من 29 وزارة و29 هيئة معنية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين حتى نصل إلى هذا اليوم الذي يطلق من خلاله. ومتابعة هذا البرنامج سوف يكون متابعة مميكنة داخل كافة المحافظات، وتم التنسيق الحقيقة مع زميلتي معالي وزيرة التنمية المحلية ومع كافة زميلنا من المحافظين علشان يبقى فيه تكثيف ويبقى فيه متابعة يومية لكل المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عليها في التنمية البشرية بشكل عام، وفي من خلال أيضا مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. بشكر حضراتكم على حسن تواجدكم معنا، وأتمنى إن شاء الله لهذه المبادرة النجاح وللمشروع القومي، وبشكر زمايلي الحقيقة اللي لهم الفضل الكبير في كل اللي أنا كتبته ده وقلته. أنا كل اللي عملته أن أنا كنت بتكلم بالنيابة عنهم، وأشكر دولة الرئيس على تشريفه لنا النهاردة. شكرا جزيلا.